قبل سنتين كان مصروفك كم في الجامعة؟ يا خمسين. ما تقولي بأسى كده. أنا البلد بقى الطيقة، وعليه لو جينا ما عارفين أي حاجة، ما عارفين البلد دي زاد والحاكم ومنه، ما عارفين المجلس العسكري وين، حميدت وين، الناس المسؤولين الكبار دي، الناس دي وين أنا لا أعرف. يسعد مساكم بكل الخير كل متابعي مرئية تزي سودان وين ما كنتم مختلف توقيتكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. يمكن من سنتين حاجات كثيرة تغيرت، فلطلبة الجامعة خصوصا قبل سنتين كان مصروفك كم والآن مصروفك بقى كم؟ حشوف شارع مكمل معكم المشوار. السلام ورحمة الله. مرحبا بك، عرفنا عليك. معك أستاذ جهاد جامعة النيلين، كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا بك أستاذ جهاد، ومنورنا اليوم في قناة تنزيه السودان. أنا ليا السعيد الشرف بكم وبقناتكم الجميلة والموقع إن شاء الله. نحن الأسعد والله. طيب يا أستاذ، من قبل سنتين اللي هو كان في عهد الإنغاز. السلام عليكم. عليكم السلام. من وين؟ علي عمر. علي عمر، مرحبا بك ومنورنا. بتدرس وين؟ نيلين. نيلين، مرحبا بك. طيب قبل سنتين كان مصروفك كم والآن بقى كم؟ قبل سنتين كان مصروفي 50. 50 جنيه. والآن مصروفك 4000 3000. 4000 3000 ولسه يا دوب تلحق مش كده؟ شديد صعبة مجازفة. فريق كبير. شديد. لا ربنا يصلح الحال إن شاء الله. أنت بتقول شنو بالذات في خصوص الزيادات الكبيرة اللي طرأت في فترة سنتين؟ لا بنقول لنا الكريم بس، نقول شنو أصلاً القول بقى ما بسوي أي حاجة. ونعمة بالله. هاي. بس بصبر وبس. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ربنا يسهل تبيك شديد. يديك العافيه. شكرا. والله صراحه على حسب الوضع الاقتصادي فكان المصروف في اليوم ممكن يكون بين كم؟ يعني يكون 150 جنيه 300 جنيه، لانه كان المرتبات اللي هي قيمتها، لكن هسه بعد التدهور الاقتصادي والمبالغ زادت وكذا فبقى هسه في اليوم صراحه انا كاستاذ جامعي 3000 أيوة. وبتمسكني 3000 ما بتمسكني ما بتمسكني، لكن 3000 انت ذاتك تجيبها من وين؟ ما في اي طريقه انك انت تجيب بها. اذا انا قارنا للاستاذ الجامعي بمحاضر مرتبه 27 زين، حسبنا المواصلات حسبنا الاكل حسبنا الايجارات ما حتقدر تكفي لك. صحيح والله. الدوله محتاجه تكون تقيف مع الاستاذ الجامعي من ناحيه البحث العلمي، من ناحيه الجوانب المادية. فأنا من الحتة اللي ننظر إنه يا أخي الناس المسؤولين من الـ الهيكل الراتب وكذا إنه ينظروا في نسبة الأستاذ الجامعي. فالمسألة دي خلقت إنه يا أخي كل الأساتذة الجامعيين هاجروا برا السودان أكاديمية، وأي دولة دايرة تتطور بتتطور من التعليم. صحيح. أنت لما اهتميت بالتعليم من الناحية التعليمية ومن الناحية المادية مين اللي بيهتم بك؟ صحيح. شكرا لك يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعيد بك شديد. منو معنا؟ منير وهيب احمد معي. منير مرحبا بك. منير بتدرس وين؟ كليه التجاره. كليه التجاره تجاري جامعه النيلين هنا صح؟ مرحبا بك. طيب قبل سنتين او في عهد الانغاز كان مصروفك كم والان بقى كم؟ الله يسعد ظريفه. والله اتذكر 2000 وانا كان خشيت الكليه 2018 كان اتذكر بطلع بركب المواصلات كريز ب 10 جنيه وكريز كمان كريز يعني ما حفله كريز ب 10 جنيه ظابط ده كده المواصلات لما نتذكر نرجع بكون راجعين من العصر كده بيقوم يقولوا 20 جنيه هذول 20 دي كثيره مرة أتذكر بسبب زيادة 20 و 20 ركبنا كريز قالوا 20 ما قلنا مع أصحابي قلنا ما نشتغل نركب بس طلبوا نديه 10 ركبنا وصلنا حتة كده وصار طق طق ادينا 10 اديتوا 10 10 جنيه طبعا أنا وقف الكريز قال برجع قلنا لا والله أصلي ما نحن قاعدين نجيب 10 جنيه نتغير شنو بقيت كان في أزمة في الجاز والمواصلات بتكون بسيطة عشان كده بيستغلوا الحاجة. السلام. مرحبا بك. منو معنا؟ محمد موسى حبيقة. مرحبا بك ومنورنا. محمد موسى منو؟ حبيقة. حبيقة؟ مرحبا بك منورنا. طيب يا محمد بتدرس وين؟ النيلين. جامعة النيلين. طيب قبل سنتين كان مصروفك كم والآن بقى مصروفك؟ لا زمني لا قبل سنتين دي. تقريبا زادوا كانت قروشه محدد يعني وجلي ب 30 جنيه بركب ب 30 جنيه يوم كامل اي
20 زادة ما 30 بركب بخمسة جنيه وبيجي الخمسطاير دي بتكون طبعا للجوانة الحاجات دي العشرة برجع بها قاعد ارجع ملح بيني وبيني. الان بقى مصروفك كم؟ طيب تقريبا بطلع من السوق في اليوم 3000 وباكل 4000 الالف ذاك ذاته جاي منين معي يعني كانت 30 جنيه والان بقت 3000 وبصرف 4000 في اليوم كان يعني اكثر من البطلة الحمد لله. وضع بقى صعب شديد لدرجة فريق كبير يعني اكثر ذاته يا اخي والله ربنا يصلح الحال ان شاء الله يا رب وسعدت بك شديد شكرا لك. تسلم. عليكم السلام ورحمه الله. احمد محمد النبي. احمد مرحبا بك ومنورني اليوم. ما سامع. سعدت بك. الله يخليك يا احمد. ايوه. قبل سنتين كان مصروفك كم والان اصبح كم؟ والله قبل سنتين كذا يعني كان بتاع 70 جنيه 100 جنيه. 70 جنيه. كثير كذا يوم كامل. بس يعني زي 3000 جنيه ونص. البلد دي قد طيقة فعليه لو جينا ما عارفين اي حاجة ما عارفين البلد دي زادوا الحاكم والنظم ما عارفين المجلس العسكري وين حميدت وين الناس المسؤولين الكبار دي الناس دي وين انا لا اعرف انت ما عارفهم الكيزة عمدوا يتعجروا بالطلبة يا الكيزة هاي بس انت عارفة الجامعة دي برا المنازل دي البيكم دي 75 في ناس ظروفة تعبانة يعني ما بتقدر شنو ما بتقدر يعني تدفع او آي تقدر تغطي اي ما بتقدر يعني انه طالب بيوميته 4000 فمشكلة والله والله مشكلة كبيرة غاية الله يعين بس يا حسن ان شاء الله اي ربنا يصلح البلد دي ولكل ظالم نهاية يعني انا داري اعرف المجلس العسكري والجماعة دي ها عندهم نهاية لكن ما معروف أكثر ربنا غايته معانا يا سيدي ونعم بالله والله آه. ربنا يصلح الحال يا رب وسوداننا يرجع أفضل وأجمل إن شاء الله بس شنو بس الناس دي يتخارج عرفت الناس دي حاكمين البلد وقايلين الدنيا دي شنو يعني دايما لو ما معروف اللي حاصل شنو لكن ربنا يعين آمين إن شاء الله شكرا لك سعدت بك الله يخليك يديك العافية شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حبيت منو معنا؟ رضينا انور. منو؟ رضينا انور. رضينا؟ ايوه رضينا يعني رضينا وافقنا؟ والله يا هو الحمد لله على حسب ما اعرفه. معنا منو؟ سمية صالح. سمية ورضينا. مرحبا بكم وانتم منوريني شديد اليوم. تسلمي كتير نور. رضينا قبل سنتين كان مصروفك كم في الجامعة؟ يا خبي ما تقولي بأسى كده انا بحس الاسف في عيوني. لا والله ما تقولي يعني هسه بقى كم؟ ايييك 1000 ونص 1000 ونص من 150 ل 1000 ونص حي بعد كم؟ بالاكثر من 250 كده ده زمان كم يعني بيع حق الوجبه وكده يعني لسه بتدخلوا منها صندوق اي كانت جاكي كنا بنشتري منها ترى طيب الان كم؟ والله حاليا بترجع ب 200 نقصد ب 2000 بس مواصلات وخلاص يعني احيانا بنرجع زاطو يلا يلا ونركب ترحال ونشي تحاسب هناك فريق كبير مش كده شديد والله يا رب يصلح الحال وان شاء الله رب سوداننا يرجع اجمل واحلى نحن البلد الوحيد اللي يمكن ماضينا اجمل من حاضرنا بكثير وبسم الله ان شاء الله شكرا لك شرفنا ان شاء الله تسلم المهم في الموضوع ده يا زاد الزر وقف قال انا هرجع الناس دي كلها بسببكم قلت له يا اخي والله ده احنا ما طلبوا وكده ففي النهايه المهم كان 10 جنيه والامور بسيطه ودسيسه بس حاليا حاليا التين دي المواصلات ماشي وجاي 400 يعني زمان كله انا كان قبل سنتين اللي انت جبتيها لي دي كان شلت لي 150 دي ضابطه شديد يا سلام ضابطه شديد اي حاجه الان بقت 2000 1000 ونص كلها وما بتحل لك بعد الليله بالليله 2000 دي يعني شنو بس حاجات اساسيه هنا يعني ضروريات ما فيها كماليات بس الضروريات يعني الوضع يعني شويه فيه تغيير جامد في المرتب يعني الزول عشان حسب كمان انا بشوف انه نحن كشباب بتتمشى والله بتتمشى كشباب انا كولد بتتمشى جاي بسده أيوة. لكن بعاين لاخواتي البنات صعبه شديد يعني انا كابو مثلا كابو زول عندي ما شاء الله تبارك الله الواحده تاخذ يعني انا لو اثنين في اثنين ونص ثلاثه للأسف الشديد يعني هو حيكون شغال جيم صحيح عنده كان بيجي عنده فيلا يقدر يسد حاجات بيته هو ولسه تبقى مصرفات الاولاد في الجامعه بس احنا هنا اكثر حاجه بنقول بالبركه وبتتجاسف لكن يعني هي صح لكن
يا هو بقى صعب، الوضع صعب شديد، لكن الله يصلح الحال. امين ان شاء الله ربنا يصلح الحال يا رب، والوضع يبقى احسن من هسه يا رب. نتمنى ان الوضع يكون احسن بكثير، لانه الوضع شويه صعب، الوضع صعب يعني. بس بتمنى انه شنو يتخارج من الجامعه يشوف مستقبل قدام، لانه هسه الجامعه بقت شويه كده ضغط. صحيح ان شاء الله ربنا يصلح حالك ان شاء الله. سعدت بك شديد، شكرا لك. يديك العافيه. الله يسلمك. شكرا يا جامعة إبراهيم. أسامة مرحبا بك، منور نفسي السودان. أسامة قبل سنتين مصروفك كان كم اليومي والآن مصروفك كم؟ والله مصروفي كان عموما كده ما يغارب يعني كان بالغت 500. لو بالغت لو بالغت بيا طلعتي بيا أكلي بيا شرابي بيا أي حاجة. طيب الآن مصروفك أصلا؟ والله يعني على حسب الطلعة هسه يعني على العموم كده على الأقل على الأقل 2000. على الأقل 2000 يعني كان على الأكثر 500 وهسه على الأقل بقي 2000 مجازفات. يعني الوضع والله بقى صعب شديد، ونتمنى ربنا يسهل. امين ان شاء الله يا رب. ودي كل الناس، بالرغم انه في ناس والله ما بيقدروا على الحياه هسه حاليا كده في السودان، ان اليوم ربنا يفتحها عليهم. امين يا رب. ويديهم ومرادهم. امين ان شاء الله يا رب. امين ان شاء الله. سعدت بك شديد، شكرا لك. تسلمك. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك، منو معنا؟ معكم موسى حاتم. منو؟ موسى حاتم. موسى. موسى مرحبا بك ومنورنا في قناتنا. بتدرس وين يا موسى؟ النيلين. النيلين. طيب موسى، قبل سنتين كان مصروفك اليومي كم والان اصبح كم؟ قبل سنتين 150 جنيه بكم بس. 150 جنيه بكم. طيب الان بقي كم؟ الان 1500 ما بتقدر. 1500 ما بتقدر. 1500 سبحان الله. والله يا اخي ربنا يصلح الحال، وان شاء الله بلدنا يرجع زي ما قال منور ومزدهر واحلى واجمل ان شاء الله. ان شاء الله. سعدت بك شديد، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، منو معنا؟ منصور احمد العجب. منو؟ منصور احمد العجب. منصور مرحبا بك ومنورنا في السودان. منورين. طيب منصور، قبل سنتين مصروفك اليومي كان كم والان كم؟ قبل سنتين كان 150. 150 جنيه. طيب هسه بتصرف كم؟ هسه 2000 ونص. من 150 ل 2500. 150 ل 2500. حول الله، ربنا يصلح الحال يا رب. وحال صعب شديد، مشكله. ربنا يصلح حال السودان وحال البلد. امين ان شاء الله. امين يا رب. اللهم شكرا لك. سعدت بك. شكرا لك.